تلك يوث أو تلك شباب هي سلسلة بتاعت أحداث بتحصل حول العالم، أكثر من 200 حدث تهتم بقضايا الشباب، ينظم الشباب من أجل الشباب، فكل القضايا اللي بيتناقش فيها بتكون بشكل أو بآخر بتلامس قضايا الشباب. تلك يوث الخرطوم عبارة عن مجتمع من الشباب ذوي الأفكار النيرة، عندهم أفكار بيستحق الانتشار، هدفهم إنهم ينظموا ويظهروا للعالم الشباب السوداني بأفكار مختلفة بقضاياه والتي تهمه، إضافة لأنه يربط شباب الخرطوم أو شباب السودان، خرطوم تمثل السودان، بكل شباب العالم في الشعار العريض أفكار تستحق الانتشار. بلد ما بدي فرصة للجيل الجديد انه يطرح افكاره او يعبر عن رأيه او يعمل اي حاجة، فدائما نحن مكبوتين كشباب، فدي فرصة لنا نحن نتجمع كشباب ندير شباب تاني، انه نوصل فكرة الشباب لشريحة اوسع من المجتمع سواء كانوا كبار او صغار او اي حاجة يعني.